الحقيقة إنجاز غير مسبوق أمام مرأى ومسمع من الجميع. المنتخب المغربي الحقيقة أثبت للجميع أنه لا توجد قواعد للفوز، فنحن فقط نحاول ونثابر لتحقيق شيء ما ووضع بصمة عربية في هذا المحفل الكروي العالمي. المغرب ادت درس كبير ودرس عملي ناجح في كيفية التخطيط ومنافسة الكبار والوصول إلى القمة، والمغرب جعلت العالم يعيد حساباته مرة أخرى بعد هذا المستوى العالي والأداء المشرف. حق القول وبكل فخر، مونديال العرب كرة القدم لم تعد مجرد لعبة والسلام، كرة القدم أصبحت أداة تستعرض الأمم بها ثقافتها وتفرض بها قيمها وعادتها. هو عزة لنا جميعا. كل الفخر وكل الحب وكل الدعم للمنتخب المغربي إن شاء الله في مباراته القادمة أمام المنتخب الفرنسي.